البطل مال ايه وغرور ايه ونرجسي وكل الصفات الحميدة فيه، بذكائه بقى اشهر وانجح واحد في مجاله رغم انه مكملش تعليمه اصلا، وفجأة هتجيله رسالة تهديد بالقتل فهيتسرع وهيعمل فيها فقد الذاكرة، وهيخلي البطلة السكرتيرة بتاعته تساعده، وهي عكسه تماما، انطوائية ومعدومة الشخصية بس مخلصة جدا ومجتهدة، لكن للأسف ما قدمهاش وقت كتير عشان تعيشه، فيا ترى هتقدر تساعده قبل ما تموت ولا هتاخده معاها؟ بطلات. الاولى بتسعى انها تبقى احسن مقدمة برامج تسويق بس هتتنحس وحياتها تتشقلب، والتانية كلها غموض وكاريزما ومش ملاحقة من نجاح لنجاح، والتالتة بقى مذيعة جامدة جدا بنت عز وكريمة بس محدش يعرف هي بتفكر في ايه، وكل المسلسل بيدور عن منافسة التسويق المنزلي. زوج مثالي عايش في امان الله هو واسرته، هوب جات له رساله بتقوله عارف القاتل المتسلسل اللي مجنن البلد ومش عارفين يمسكوه؟ ايوه، تصدق بايه؟ مش طلع جارك؟ يلا بقى يا معلم روح اقتله، الا مش هتشوف بنتك تاني. وفعلا لقى بنته اختفت، واللي بيبعت له الرسائل ده اصلا قاتل ماجور عايز يقتل القاتل المتسلسل عن طريق البطل اللي هو انا مال اهلي، ما تحلوا مشاكلكم مع بعض. اتنين اصحاب افتكروا التنمر والعنف اللي حصل لهم في المدرسة من 20 سنة من خلال رسالة غامضة جات لهم من صديق وبتتبعها جرائم قتل متسلسلة، فهيحاولوا يحطوا حد للي بيحصل خاصة انهم كاتمين في قلبهم كتير قوي قوي. دراما موسيقية خفيفة بتحكي على ان البطلة والبطل اصحاب بقالهم 20 سنة، ما اكتشفوش انهم بيحبوا بعض غير لما الظروف هتخليهم يضطروا يا عيني يسكنوا في بيت واحد، وخلال اسبوعين هينبهروا ان ليهم مشاعر من ناحية بعض. عامة البطل شخصية هادية جدا وشغال مصور، والبطلة كاتبة اغاني متألقة، يا ترى هتشعر في البطل ازاي؟ البطلة عندها 18 سنة وأبوها معلمها صنعة تشرف بتهرب مخدرات، بس هي وشوية مراهقين زيها هيحاولوا يلاقوا الأمل في ظل حياتهم البائسة وطموحهم بس إنهم يعيشوا حياة عادية، تفتكروا هيلاقوها؟ مسلسل خيالي فحت نحت معدي بيتكلم عن شاب عاطل مش لاقي له وظيفة رغم مؤهلاته وسيفيهاته، فجأة هيحصل حادثة غير متوقعة هتخليه يتوظف أخيرا لكن في العالم الآخر، وهيساعد حاصدين الأرواح اللي بدل ما بيحصدوا الأرواح بينقذوها من الانتحار. ده شفت كارير ده ولا إيه؟ في وقت الاحتلال الياباني البطلة كان الكل بيتمناها، سابتهم ومعبرتش حد غير واحد باين عليه الثراء والوسامة والجنتلة عرف يوقعها في شباكه صح، ولما حملت منه اكتشفت انه سقط يقولها انه متجوز اصلا، فراحت هي بسرعة اتجوزت واحد متدين غض النظر عن ماضيها، وقرر ان الطفل اللي هتولده هيعتبره زي ابنه واكتر، والمستوى المعيشي بتاعها هيبتدي يتنقل من قاع لقاع بسبب ظروف الاحتلال والعنصرية اللي بيتعامل بيها اليابان مع الكوريين، لكن هل حبها الاول الثري مع الوقت هيظهر في حياتها وهينقذها من الوحش ولا هيمسي عليها وخلاص؟ الاسامي والرسائل هتبقى ان شاء الله في الفيديو الجاي، عشان لسه ملحقتش اقرا الكومنتات بتاعت الفيديو اللي فات. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيو.